علمك معلومة على قولتهم من ذهب، شوف معاي هذه المعلومة وركز فيها زين، راح تهمك وراح تهم ناس كثيرة. كلنا نشرب المياه الصحية ونشتري لبيوتنا ونشرب من هذه المياه، لكن اللي ما تعرفه من المعلومة ايش سبب موجود القطع هنا ابيض وهنا ازرق وهنا اخضر وهنا عندنا اللون الاسود، وكثير من الالوان الموجودة في العبوة لها مدلول، لكن انت ما تعرف هذا المدلول. ركز معي، اذا شفت علبة الماي الغطا حقها لون ابيض، يعني مثل الماي اللي عندك في الولف مفلتر منزوع منه جميع الاملاح، جميع الاشياء اللي تضر الجسم، هذا بالنسبة للون الابيض. مثل الماي اللي عندك في البيت منزوع منه جميع الاشياء اللي تضر الصحة والجسم. طيب اللي يشربون مياه والغطا لونه ازرق، يعني وش معناه؟ يعني هذه المياه مياه ينابيع، طعمها يجيكم دائما حلو، لكن فيها اكثر من 250 جزء من الاملاح المعدنية، لو استمريت عليها وظليت عليها راح تسبب لك مشاكل في الكلى على المدى البعيد. ولو شفت غطا الماي لونه اسود مثل كذا، يعني هذا المياه مياه قلوية. لو شفت لون الذهبي زي كذا، يعني هذه مياه فوارة. ولو شفته باللون الأخضر كذا، يعني هذه المياه مياه براكين، مياه براكين. ولو شفت الماي كذا باللون الأصفر، يعني أعرف أن هذه المياه مضيوف لها فيتامينات، يعني مضيوف لها فيتامينات. إذا شفت علبة الموية الغطا حقها باللون الأحمر، فيها أشياء مثل الفيزي درينك، مثل الصودا أو المشروبات الغازية اللي ما نحب نشربها، فمضرة جدا، لا تشربها. الفيديو هذا يا جماعة الخير، لون الغطا حقة الموية له مدلول، يعني يعرفك على نوع الماي اللي انت راح تشربه وتدخله داخل جسمك. فعزيزي المتابع والمشاهد، اعرف وش قاعد تشرب انت، من لون الغطا تعرف انت وش جالس تدخل داخل جسمك. لا تشرب الا ماي صحي مفيد لك ولجسمك، اهتموا بصحتكم وربي يسعدكم. لا يوقف عندك هذا المقطع، خلي الناس كلها تستفاد. السلام عليكم.